شهدت مدينة مراكش عصر اليوم الاثنين سقوط أشجار إضرارية حاتية، وخلف الحادث خسائر مادية حيث حلت بعدة مناطق بالمدينة من أجل تتبع تبعات الرياح العاصفية. وتعيش مدينة مراكش منذ ساعات قليلة على وقع أمطار بعدما شهدت رياح عاصفية منذ صباح اليوم الاثنين. كما عرفت محطة النخيل الطريق السيار مراكش تساقط عدة مقصورات بسبب الرياح القوية، بالإضافة إلى ضعف وجودة المقطورات وغياب حواجز إسمنتية التي من شأنها الحفاظ على المقطورات من كل الظروف المناخية. ورفعت شرطات مراكش مؤشر اليقظة إثر الأحوال الجوية المتقلبة التي تعرفها المدينة وضواحيها. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.